مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج فولورز الموسم الثالث، واليوم معنا ضيفة ماشي بحال كاع الضيوف، هي مانكا مغنية ممثلة ومؤثرة. معنا اليوم كريمة غيث، مرحبا بك معنا اليوم كريمة. سلام ابتسام، ميرسي بوكو على الاستضافة ديالك. شكرا لك انت لقبول الدعوة. افيك غران بليزير، كنحماقو عليك وتحياتي لك والطاقم كامل. شكرا بزاف كريمة. أول حاجة غنديروها غنمشيو نتعرفوا عليك أكثر في البورتخي ديالك. أوكي. ضيفتنا اليوم هي كريمة غيث، من مواليد 1 مارس 1992 في مدينة مراكش من برج الحوت. بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء، وفي سنة 2011 شاركت في البرنامج العربي ستار أكاديمي في الموسم ديالو الثامن، وهي السنة اللي عرفت المشاركة ديالها أيضا في المسلسل المغربي زينة الحياة، وكانت الخطوة الأولى لها في عالم التمثيل اللي جاء من بعدها عدة مشاركات في أعمال تلفزية وسينمائية، من بينها سر المرجان، رجل المرأة، و30 مليون. وفي سنة 2016 كانت مفاجأة لجمهورها ظهورها في برنامج The Voice في النسخة ديالو التركية. نجاحها ما كانش منحصر على الغناء والموضة فقط، حيث وضعت كريمة البصمة ديالها في ميدان التمثيل أيضا، وأدت أدوارها باحترافية، شيء اللي خلى جمهورها يتعرف عليها أكثر. ومن بداية مسيرتها الآن صبح عندها أزيد من 4 مليون فولورز على الانستغرام. 4 مليون فولورز في الانستغرام، الله يبارك فيك. رقم ماشي عادي، رقم جميل، رقم حقيقي، رقم يعني كبر بالمحبة ديال الناس، بالأعمال، بالإنتاجات الحمد لله اللي خدمت بها سواء في المغرب أو في خارج المغرب. رقم اللي أنا كنفتخر به، هو إن شاء الله يتزاد محبة. حقيقي؟ أكيد. هذا الرقم، هذا الناس تبعوا كريمة الممثلة أو كريمة المغنية أو كريمة المؤثرة اللي كتشارك معهم تفاصيل حياتها، هذا الرقم بالنسبة لك أنت شنو اللي خلى هذا الرقم يوصل لـ4 مليون؟ صراحة من يعني بحكم أنني في الغناء ما عطيتش بزاف ديال الأعمال، يقدر أعمال سينمائية وتمثيلية أكثر، لأنه المشاهد كيشاهدك تقريبا 30 حلقة في رمضان أو لا مسلسل طويل، فبحال كيتربى واحد الحب، واحد العلاقة، كيدخل كل نهار كيهضر معك يعني من جميع النواحي، سواء الغناء أو لا التمثيل أو لا السفرات اللي كندير، يعني الحوايج اللي كنشاركهم كل نهار مع الجمهور هي اللي خلات هذا الشيء يكبر. كريمة بدات مغنية ولا بدات ممثلة ولا بدات عارضة أزياء؟ أنا صراحة ديما كنقول أنا ممثلة تغني ولست مغنية تمثل. ديما كنقول أنني أنا لا ماشي بحال علاش لا با جوتو، حنت بزاف ديال المغنيات اللي كيمثلوا ما يعني غير باسكو هي مشهورة أو لا هو بلوتو مشهور في الغناء جابوه يمثل، يعني ماشي نفس الشيء. انا بديت كممثله قبل من سن 16 سنه، مثلت بزاف الحوايج مع الاجانب، مسلسلات في مصر، افلام سينمائيه، عاد دخلت بزاف، درت دور مريم العذراء في وثائقي اجنبي، درت بوب جوان فيلم المان، درت كليوباترا بورتري اوف ا كيلر، درت 9 جامعات الدول مع الراحل خالد صالح، خديت عليه جائزه افضل ممثله صاعده في مهرجان القاهره، درت ديسك حياتي، سر المرجان، 30 مليون، يعني بزاف ديال الاعمال اللي ما كنعتقدش لو كنت غير مغنيه وجايبيني باش نادي دور، بالعكس يعني كندوز كاستينغ بحالي بحال الناس والحمد لله كيتم التوفيق. كاين بزاف ديال المغنيات ملي هي كتبدا تغني وكتقرب للناس يلا شويه كيبداو يعرفوا الناس كيمشيو للتمثيل، حيت التمثيل يمكن جمهوره كثير اكثر من الغناء. واش كان هذا هو الطريقه والاستراتيجيه ديال كريمة غيث باش قدرت تشهر عند المغاربه وتعرف عند المغاربه اكثر؟ انا للامانه من بعد ما درت دو فويس في تركيا رجعت للمغرب ما كنتش ناوي نمثل نهائيا. دايوغ اول عمل عيطوا لي سر المرجان، في الاول انا قلت انا ما بغيتش نكون، مي قال لي راه مع ساميه عقري ونورا سقلي اكيد، يعني انا من العشاق ديالهم كنت كنتفرج فيهم في العلم. كيف كانت علاقتك معهم في المسلسل؟ صراحه كانوا عائله بالنسبه لي واحتضنوني بزاف وكانوا كيكوتشيوني بحكم انهم هما اساتذه كبار في المسرح او في التمثيل، يعني من اجمل اكسبيرانس اللي عشت حياتي، ولو ترجع اكيد غنقوم بها مره جوج ثلاثه. شنو هو العمل الفني المغربي اللي شهر كريمة غيث اكثر؟ سر المرجان. صراحة سر المرجان كان أول عمل اللي قمت به من مورا التلينوفيلا اللي درنا زينة الحياة، ولكن سر المرجان هو اللي دار لي قاعدة جماهيرية. من بعد أكيد أي عمل الحمد لله لقى نجاح، سواء ديسك حياتي، سواء 30 مليون، رجل المرأة، كل عمل عنده
جاني بزوين زعما عطاني شي حاجه اللي هي ايجابيه. نهضروا على زينة الحياه اللي كان هو مسلسل طويل وفي بزاف ديال النجوم. واش بالنسبه لك انت نجح كعمل فني؟ كان نجح كتجربه تيلينوفيلا بلاص كان نجح كتجربه. واش نجح هو كعمل فني وصل للناس وصل للمغاربه؟ وصل اكيد لانه في ذاك الزمان ما كانش يعني كنا اول برودكشن في الوطن العربي كدير تيلينوفيلا ديال 120 حلقه. هو ده كان تحدي بحد ذاته لانه كان فيه 4 ديال المخرجين وكان عمل صعيب شويه ولكن الحمد لله. واش بالنسبه لك انت نجح؟ حنا ابخي ما عندناش شفنا مسلسلات بهاد 120 حلقه. واش هو لا لانه كتهضري على مسلسل قمت به دابا يا 9 ans يعني 9 سنين دابا اكيد ما غنقدرش نقول لك واش نجح بزاف لانه ما بقيتش فريمون عاقله يعني كنت ديك الساعه كان عندي 17 سنه ما بقيتش فريمون عاقله. ولكن الاعمال اللي كنتذكر لليوم انها نجحات ديالتي زعما الحمد لله سر المرجان ديسك زعما الاعمال كامله اللي قمت 30 مليون في السينما درنا عدد تذاكر كبير بزاف الحمد لله زعما راجل المراه مع اسامه بسطاوي اللي كان حي اللي لقى نجاح جميل. بديتي زينة الحياه مع على جي سيتا يعني بديتي تريتو الميدان الفني. بديت ا 16 ans لاكتينغ وبديت على جو 2 ans اول مره طلعت في المسرح الملكي في مراكش فوق خشبه كبيره. يعني ملي كنتي طفله وما متبئين ان كلمه غتكون شخصيه مشهوره ومعروفه تمثلي الغناء او المانكينه من ملي كنتي صغيره وما كانوا متنبئين بهذه المساله. ماما الله يرحمها كانت اول داعم ليا كانت من الناس اللي كتجيني لا جيمناستيك كونسيرفاتوار كور دو دونس كور دو شان كانت ديما كتقول لهم بنتي غتولي فنانه كبيره وكنت انا كنقول لها ماما ما تبقيش تهضري عليا بزاف بحال هكاك انا راه غير بنتك زعما هي كانت بحال شايفه فيا شي حاجه اللي اكيد كل ام كتشوف بنتها شي حاجه اللي هي مختلفه ولكن انا الام ديالي كانت الداعم ديالي الاول واكيد زعما الفضل كيرجع ليها في هذا الشيء كامل. والله يرحمها لا فيزون الحمد لله. كنت متنبأ بلي راه بلي كريم غتكون مغنيه وممثله. الحمد لله زعما كنتمنى نكون زعما تكون كانت باقا في الحياه تكون مفتخره بيا ولو شويه لانه اي حاجه كنقدمها اليوم كنقدمها بحب وكنقدمها بصدق وكنحاول انني ماشي ندير شي حاجه على قبل باش نجري مورا الموجه. كنحاول انني الاعمال ديالي لي سيناريو كنقراهم كاملين بزاف ديال الحوايج كنركز كندقق فيهم اكثر. وسام البستاوي فيلم تيليفيلم شفنا مؤخرا اللي نجح في رمضان رجل المرأة ومن بعد شفنا عمل غناء اجمعكم بجوج. واش تيلمو الى كارتوني لو تيليفيلم كو غادي نديرو الاغنيه اونصومبل؟ لا فيريتي تيلمو كوم تو دي تيلمو لو تيليفيلم الى ترو كارتوني ما كناش كنعتقدوا ان تيليفيلم يعني مده ساعه ونص غادي. كيفاش الفكره ديال هذاك المسلسل الفيلم تاع راجل المراه وانت هي مرات البسطاوي اللي خدامه والبسطاوي ما خدامش؟ الى لاحظتي هادي انت بوتيتر عندك بزاف ديال كتفهمي في توسكي زعما الحياه دابا كيفاش دايره عندك علاقه مع لي زانفلونسوز بزاف هذه هي الحقيقه اللي كاينه اللي ما عمر شي مخرج او شي سيناريو ما هضر عليها لانه الحياه ماشي ديما الراجل خدام والمراه في الدار. لا العصر دابا تبدل بزاف ولات المراه تقدر تخدم الراجل ما يخدمش اولا بجوج كيتعاونوا على الزمان. راجل المراه كان واحد لو تيليفيلم اللي هو خفيف اللي كيهضر الحقيقه وداك الشيء الصدق ديالو هو اللي وصل للناس وبزاف د العيالات شافوا راسهم في منى في كريمه اولا بزاف د الرجال شافوا راسهم في اسامه بسطاوي. علاش؟ لانه كتشوفي كوبل اللي بيناتهم الحب وتزوجوا وفي الاخر الراجل بقى بلا خدمه واش المراه غتخليه؟ يعني الى فعلا انت كتبغي هذا الزوج وكيصونك وكيحترمك وما كيخونكش فهي كانت كتقول لي زعما انا بحالي بحالك بحال الراجل بحال المراه. حنا في هذا الزمان الى خدمتي انت تقدر تطيب او لا تقدر دير شي حاجه فهو حاول يدير اون باج انستغرام ولا كيدير الحلويات وزعما كبر في خدمته. يعني من هذا المنبر بغيت نقول ان بزاف ديال الناس كيصحابوش اليوم السوشيال ميديا شي حاجه اللي هي سلبيه بالعكس ولكن هذا الشيء كنبغيو نهضروا عليه كما كنبغيوش نعيشوه. حنا كنعيشوه وما كنهضروش عليه ماشي كنبغيو نهضروا كنعيشوه وما كنهضروش عليه كنبغيو نتفرجوا فيه. شحال من مره انا شحال من مره كنعرفها انا خدامه على الراجل لانه ظروفه ما يعني حنا ماشي غنكونوا بلاد الحرام ماشي نهار تزوجتي به كان خدام صافي طرا شي مشكل صافي غتخلي داك الراجل اولا تخلي داك بات وليداتك. الحياه هي هذه شويه ولكن كاين الظاهرات تنقولوا حنا تاع الراجل تيبردوا ليه الكتاف وتولي في جلس في الدار والمراه تخدم. ماشي لو كان ديال الراجل المراه بالعكس اسامه بسطاوي زعما في لو رول ماشي بردوا ليه الكتاف بالعكس دار بروجي ديالو وانا من بعد كانت عندي ازمه في الخدمه ديالي وهو كبر. اللي بغينا نوصلوا انه من الميديا من انستغرام من مواقع التواصل الاجتماعي تقدر تدير السميه ديالك تقدر تطلع فلوس بطريقه جميله ماشي ضروري نمشيو للفضائح ماشي ضروري نمشيو لشي حاجه اللي هي سلبيه بالعكس
تقدر من هاد زعما هاد الشيء اللي عندنا اليوم تو سكي تكنولوجي تقدر دير زعما فريمون بزاف ديال الفلوس منهم. كريمه غير تزوجات بشي راجل كتبغيه ووقع ليه بحال اسامه البسطاوي. انا ديما كنقولها انا زعما اللي كتبها وكان كنقول انا راجلي زعما راجل الله يخليه ليا اللي ما عرفتش شكون هو فين هو قلت كاع دعيت ليه دابا فهمت راجل الله زعما كنقول زعما ويلي بغيت نبقى ندعي الله يحفظه زعما اللي كتبها لا تقطعوا لي رجلي نهزو فوق راسي. انا ديما كنقول هاد دائما هاد الجمله دائما كنقولها. احنا ما كنهضروش على لي زانسيدون دو لافيز. لا زعما الا ما كانش عنده الفلوس الحياه راه مره عندك على تو كرو كو حنا دائما عندنا. دابا اليوم كي كتشوفيني انا قدامك وجايه وهذا يقدر انا اليوم ما عنديش يقدر فعلا حنت مهما بان لك شوفي المظاهر كذابه بزاف ديال الناس كتشوفها في الميديا عايشه قصص حب الوغ كو في الكواليس ما كاينش هذا الحب. بزاف ديال الناس عايشه الثراء وهي ما عندهاش الثراء. بزاف ديال الناس حنا حتى حنا بحال الناس العاديين مره عندنا ومره ما عندناش. ولكن الميديو ديالكم ديال الفنانه وديال الشخصيات المشهورين كسوا انفلونسوز ولا مغنيه ولا ممثله ديما كنشوف مواقع التواصل الاجتماعي الطوموبيلات اللي كتجوج كنشوفوا المجوهرات فاخره وحتى نتوما حتى ما غاديش ندخل كل شيء ما غاديش نعمم ما كتحط الواحد في داك الموقف ديال كيوليو الفلوس هاجس مهم يعني كنبغي نشوف غير الكادوات والسفر ولا سوربريز وكل فن ماشي كنحطو يفو با الواحد يعمم. انا شخصيا ماشي من الناس اللي يعني غادي نصور مكانه غاليه او لا اش من ماركت ديال الطوموبيل ما عادي الا تصور شي تصويره وبانت اللي ولو بروبليم في الاول وفي الاخر شوفي ملي كيكون قلبك زوين كتشوفي شي حد عايش في شي حاجه جميله كتمنى ليه الخير كتقولي يا ربي تعطيني كما عطيتيه وتزيدو حتى هو. حنا ولات فينا بزاف ديال السلبيه ان الانسان الى بارطاجا راه كيبان. حنا كيعجبنا نشوفوا الواحد ولا كيعجبنا يعني من لي كومونتير الواحد كيعجبو يشوفك لا ما عندكش ولا لا عندك شي مشكل يفرح ليك ويبارطاجي. اما الحوايج زوينين بالعكس حنا كنبارطاجيو تو سكي بوزيتيف تو سكي ايجابي. اما اللي شي زعما نبارطاجي الحوايج السلبيين راه انا جو سوي انيتر هومان بحالي بحال اي شخص. ولكن ما كثروش من الايجابي بزاف حتى ولا الواحد ما راضيش باللي عنده. الناس اللي كيتبعوا المراهقات شوفي نقول لك واحد الحاجه كنعتقد ان التاثير اللي غيتاثر انا اليوم مثلا في المجال الفني سنين كنجلس مع ناس اش نقول لك يعني بلا ما ندخلوا في لي ديتاي باش من هذا الى حاجه ما بغيتش نديرها عن قناعه ما غنديرهاش. يعني انا ما غاديش نجي ناثر فيك. اللي بغى يدير شي حاجه غادي يديرها اللي ما بغاش اللي عنده دي برينسيپ واللي ما بغاش بلوتو ما نهضروش على لي برينسيپ نهضروا على انا كنامن ان الانسان بشخصيته القويه الا بغى يدير شي حاجه راه غيديرها بلا ما يقول لا راه صاحبتي او لا الميديا او لا زعما وكاين اللي ماشي شخصيته قويه واللي غابيدمون انفلونسابل وكتانفلونسا بسرعه ملي كيشوف شي حاجه في 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 مواقع التواصل الاجتماعي كتعجبو وكيبدا يفكر فيها وكيبدا ما راهديش بالوضعيه. كاين طرق بزاف باش يديرها ماشي شوفي اي انسان شفتيه اليوم ولا واو راه بدا من الصفر ابار لي عائلتهم راه ما شاء الله. دونك حنا اليوم خص الانسان تكون عنده واحد القناعه. يعني انا اليوم غادي نشوف فنانه بجيت بريفي وغنشوفها بطوموبيله دايره 500 مليون اولا واش غادي نحسدها ونقول ناري وخص ندير لي ما لي بي باش يكون عندي؟ لا الا انا عندي القناعه وكنامن ان داك القليل اللي عندي نقدر نخلق منه سعاده راه كرو موا داكشي غير الهضره الواحد كيقولها. عاود انا ما نركز وندخل للميديا ونخسر ديك 5 درهم ديال الانترنت ديالي باش نشوف هذيك اش عندها ونبقى ندم ونقول شوفي هذيك اش كتبين نقدر انا نستغل ديك 5 درهم فشي حاجه اللي تطورني فشي بروجي اللي نقدر نديرو. اليوم كما كنقول اليوم عصر السرعه وعصر لا تكنولوجي اون بو توجور كريي دو بيل شوز من الدار. تقدر السيده بزاف نهضروا دابا على روتيني اليوم كاين بزاف ديال البنات انا كنعرفهم دايرين دي باج ديال الحلويات دايرين دي باج ديال التاويل ديال الدار دايرين دي باج جمال ولكن كاين اللي اختاروا واحد الجانب اخر. يعني بحال اليوم انت ابتسام شنو غادي تختاري؟ واش انت غتختاري تبغي توصلي لذاك الشيء اللي انا مثلا اولا من غير انا واصله ليه بطريقه سهله اولا طريقه هذا اولا تبغي توصلي ليه بكفاح وبجد وبخدمه؟ اونكور اون فوا انا كنهضر على واحد الفئه معينه من الناس اللي في واحد السن المبكر اللي باقي ما عندهمش ديك القدره تاع يعرفوا شنو اللي مزيان شنو اللي ما مزيانش. الا تبعنا دائما واحد الفئه معينه ما غنديروا حتى شي حاجه صدقيني. زعما الا قلنا انا ما غنمثلش حنت خالتي الا شافتني غنمثل غادي اولا انا شوفي في الاول وفي الاخر الا انت قانعه بداك الشيء كنعتقد انت ابتسام حتى انت كيجيوك بزاف ديال لي رمارك او الانتقادات سواء ايجابيه او لا سلبيه. الا قابلتي السلبي غتقولي لا وانا لاش مذيعه نجلس في الدار احسن
دونك في الاول وفي الاخر انا كنقول ان الانسان اللي بغى يتانفلونسا كيتانفلونسا، ما يحتاجش لشي حد اللي غيانفلونسي صراحه. زعما نرجعوا لاسامه البسطاوي والراجل المراه والتليفيلم اللي يمكن نجح بزاف، نجح حتى في يوتيوب دار بزاف ديال لي فيو، التليفيلم اللي كان كنقولوا بزاف وتري ريغاردي في رمضان. وي الحمد لله. ملي تمثلتي هذاك لو تليفيلم، واش هذيك الشخصيه ديالتك اللي كنا كنشوفوا مره رومانسيه مره سيفير مره كت مره مقلقه، واش هذيك بصمه ديال كريمه غايت في المسلسل ولا توجهات ولا ولا شفتي من لونطوراج ديالك كما قلتي؟ جو بونس كو منى في راجل المراه كتشبهني بزاف، لانه انا انسانه كما كتقولي جو سوي تخو رومانتيك، كنخدم مزيان، زعما من الناس اللي جو سوي بوسوز، حاسمه في شي حوايج، فيها واحد يعني على حسب المواقف. بعض المرات كتكون طاقه الانوثه عاليه وطاقه الذكوره نازله، بعض المرات كتكون طاقه الذكوره عاليه بحال ملي كنكون في لي تورنا، خص طاقه الذكوره تكون عاليه باش نقدر انا في البلاطو مع المخرج مع لي تكنيسيان مع بزاف ديال الحوايج باش نقدر ناخذ لي شوز اوما. ما عندكش مشكل تقولي طاقه الذكوره ما خفتيش؟ حنا البنات ما كنبغيوش شي حاجه فيها هذاك الذكوره. للعلم زعما الناس اللي غيفهموني وغيقراو لا بسيكولوجي، اي راجل عنده طاقه الانوثه وطاقه الذكوره، هذا راجل عنده طاقه الذكوره اعلى وطاقه الانوثه هبطة، والمرأة كتخص تكون عندها طاقة الأنوثة عالية وطاقة الذكورة. شنو طاقة الذكورة؟ طاقة الذكورة هو في الحسم في الخدمة، هذه طاقة ذكورية. وطاقة الأنوثة ملي كنقولوا كاينة عند الراجل، هي داك الحنان ديالو وداك العطاء وداك الاهتمام، ماشي شي حاجة اللي عيب. ولكن تخيليني أنا فيها غير طاقة الأنوثة، بقى جالسة حداك دايرها وي ابتسام ساواك واش مزيان الحمد لله، مي اللي فيه طاقه الذكوره كثيره غتلقايني اغريسيف، غتلقايني دونك الواحد خصو يعرف زعما شي حوايج اللي يقدر. انت سمعتيهم دابا قلتي لا بالعكس حاجه اللي هي عاديه، زعما بزاف ديال لي انفلونسوس كنشوفهم دابا يمكن نقولوا فيهم غير طاقه الانوثه، حسب اللي مشينا بهذا التحليل ديالك كنشوفوا غير طاقه الانوثه، كنشوفهم جالسين هاد الجلسه اللي قلتي انت وكيديروا بحال هكا في الاسطوبل. اذا كنت متفقه مع هذا النوع ديال لا لا شوفي انا كنامن بان الواحد خصو يكون طبيعي. السلام عليكم، هاي جايز لاباس عليكم اليوم، زعما عادي ماشي يفو با عاوتاني تخو جوي شي، لانه هذا الشيء في الاول وفي الاخر غير ماشي هو حياتنا كامله. راه الا انا لعبت دور في الميديا راه غنكون اوبليجي ملي نخرج الزنقه نلعبو، لانه الناس غيتلاقاو معايا. رجع ما كنامن بواحد يكون صادق وصافي. زعما كيفاش جات الفكره ديال الجو الغنائيه انت اسامه بسطاوي؟ واش من الفيلم اللي كنتو تشوفوا الفيلم فكرتوا باش تغنيو اونصامبل، ولا تدير الفيلم عاد هو اسامه بروبوزا، ولا انت بلي بروبوزيتي، ولا اون ثوازيام بيرسون كي ا بروبوزي؟ لا لا هو لا فيريتي الاغنيه انا خديتها، يعني كانت الانتاج ديالي كنت غنغنيها. من بعد فكرت قلت هاد لا شونسون خصها تكون ديو، حسيت بحال جوج الناس كيهضروا كيتجاوبوا. وللامانه اول شخص جا لي في بالي هو اسامه، لان اسامه الناس بزاف ما كتعرفش انه كيغني. ملي كان في واحد البرنامج ديال الغناء ما غناش وصوته جميل بزاف، وممثل صادق يعني الا غنى كتصدقيه ولا مثل كتصدقيه. وهادشي شفناه في الكليب كيفاش لعب لو جو وكيفاش لا فيريتي ما كنشوفوش كنلعب اكثر ما هو ادى بصدق، يعني كان كيعاود لينا شي حاجه اللي هو عاشها في الكلام. داكور، شوف واحد الفيديو ديالك كريمه في اطار مواقع التواصل الاجتماعي وفي اطار انستغرام. كيف سمعت واخا الاخبار؟ شنو واقع؟ القواس ديال كازا صدوها التونية. شوفي بزاف ديال الناس، انا شوفي شنو قلت وهما شنو كتبوا. يعني كوم كل واحد يقدر يقول لك الهضره ديالي. لا ما اولوش. شنو؟ قلتي القواس ديال كازا كيشدوا مع التمنية. يعني شكون اللي مسؤول على القواس ديال كازا؟ هو ناس مسؤولين في كازا. ولكن انا يعني ماشي بصح القواس بصح الضو. انا جوج انا ملي نهار 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 كنت في ستوديو ديجا ما شفتش، شفت غير كلكو فيديو وانا نقول واو زعما شفت صبات يلاه جوج ثلاثه ديال السوايع وفريمون انا ندير فيديو تلقائي جدا، راه دليل انني راه نص ساعه مسحته ولكن انتشر. شوفي انا انسانه تلقائيه جدا، اللي جاتني كنقولها، ما كنويش شي حد، يعني سواء في التقليد او لا في الهضره كنقول شي حاجه اللي كتخرج ليا ديك الساعه. اي بي فوالا، الا كان الناس شافوها كتحشي الهضره جو سي با ابري الناس. يعني انت ملي قلتي بلا ماما سدو مع تمي يعني هما خدامينش وما حقك تقولها. بس سي فري حنا كمواطن مغربي حنا في كونفينمون كلشي كيسدو على 8، دونك ابارامون حتى القوات سدوهم علينا مع 8 باسكو الدنيا غير سدوهم علينا مع 8 الناس. شوفي انا والله ما نويت فيها سانسيغمون، جو تجور ابتسامه ما نويتش فيها، مي
توت فاصون الواحد زعما انا من الناس اللي جو نو ريغريت اي حاجه جو لا ريغريت با قلتها واللي بغى ياخذها حتى الهضر ياخذها واللي ما متسالحه مع نفسي ولكن ملي وقع هذا المشكل ديال الفيضانات في كازا انتي طونك انفلونسور جو سي با لا سول بزاف ديال الناس داروا كاع دي باغودي كانوا دايرين دي باغودي الناس نزلوا كيعوموا في الماء ناس بجيت سكي زعما بالعكس كنحيوهم من هذا المنبر انه زعما ما صيفناش في الصيف ولكن عمنا في هاد الاجواء كنت عاودتي شي الهضره كريمه وانت شفتها انا كنقول لك شنو كاين زعما اي زعما درنا شنو ما درنا البحر في الشتاء باسكو سي لا سي لا رياليتي زعما حشومه انك الشتاء صبات ساعتين ثلاثه السوايع لقيتي راسك ما كاين والو فريمون ما بقى والو ما بقى والو وشنو كريمه اللي كنتي مسؤوله انت في مدينه الدار البيضاء كيفاش تتعاملي مع هاد المشكل انا ما زعما j'ai pas envie de qu'on blaste home j'ai pas envie de qu'on se oula et là quand se oula moi je peux pas dire quelque chose que je ne sais pas je خصني تكون عندي دراسه نعرف كيفاش غادي داكشي كيفهمتي ما نقدرش نعطيك جواب لانه غياب على الغناء لمده سنتين كلمه غيت غبت على الغناء مده 2 سنين الحكم انني قمت بزاف ديال الاعمال كما قلت لك التلفزيونيه والسينمائيه وكما كتعرفي لي تورناج كياخذ 3 mois 4 mois 5 mois فما قدرتش ندير لي دو كما كنقولوا صاحب البالين كذاب ما قدرتش نركز في الاغاني ويعني هاد لا شونسون قولي قولي راه تقريبا 5 شهور حنا كنخدموا عليها باش الكلام تبدل باش التوزيع درنا الات في تركيا باش لي ديت الكليب شي حاجه اللي هي كتاخذ وقت باش تقدر انت ديرها ف ولكن هاد السنه ان شاء الله سنه ديال الغناء ديال الموسيقى وعندي ان شاء الله اغنيه جديده غتنزل الشهر الجاي سميتها ما كاين شاي كلمات محمد امير الحان وتوزيع بدر مخلوقي اخراج سفيان جراف ان شاء الله كلمه كدير داكشي على مراحل شي عام ديال التمثيل عام ديال الغناء عامين ديال التمثيل عام ديال الغناء عندي حتى اعمال ديال التمثيل عندي مسلسل مع ام بي سي عندي تيليفيلم مع قناه الاولى وعندي اعمال سينمائيه ان شاء الله تبارك الله هادشي زعما في التمثيل غادي تري تري بيان الحمد لله زعما زعما الحمد لله لي برودكسيون كايطوا ليا والحمد لله زعما هذا من فضل الله سبحانه وتعالى الحب في حياه كريمه غيت الحب في حاجه اللي هي اش خبارو اش خبار لاباس عليك صافا الحمد لله شوفي الحب شي حاجه اللي هي ضروريه سواء يعني كنمارسوه في الخدمه ديالنا اولا مع العائله اولا مع الاصدقاء اولا لا ماشي على هذاك علاش كندوي الاخر واعر شي كنت غنهضر عليه ولكن نسيتو في مراكش مع دابا انت عارفه كل كريمه غيت تخطبتي قبل ثلاث المرات وما كتبش الله وقلتي في واحد التصريحات ديالك ان كتفضلي تيجي لواحد يخطب عاد تعرف عليه كنت شويه نيه ماشي نيه كنا عرفتي حنا شلوح شويه التربيه ديالنا وكيفاش بزاف ديال الحوايج ولكن هذه حاجه كنعتقد انها غلط لانه دابا حنا في هذا الزمان خص الواحد يتعرف ماشي اي واحد غادي يجي يقول لك نخطبك غتخطبك حتى تعرف عليه انا كنعتقد وابخي كاينين الناس اللي تخطبوا كاينين الناس تجوجوا نيشان زعما داكشي الارزاق بيد الله ولكن كنعتقد خص فريمون ان مينيموم ودابا الهضره غادي يقولوا لك واش هذا الشيء وانت كتقولي مي خص الواحد يعرف مع من لا شنو الاعتقاد ديالك ابخي اللي غادي يقول شي حاجه يقول حنا كنهضروا الاعتقاد ديالي انا خصك تعرفي المواقف المواقف قال لك الرجوله ومواقف المواقف هي اللي كتحكم عليك الشخص شكون هو واش هذا بخيل واش هذا ولد الناس واش هذا عصبي واش هذا كيهتم بك واش هذا غيعاونك بزاف ديال الحوايج ماكاينش انا اليوم نشوف واحد عجبني عجبته يقول لي غنتخطب فيه كنتزوج بك صافي راه 3 شهور 4 شهور غادي وللاسف دابا كثروا الطلاقات لانه وليتي كتشوفي شكل حنا دائما دابا انا اليوم الصوره اللي انا معاك ماشي هي اللي غنكون معاك في داري اولا ماشي هي اللي غنكون معاك الا جاني ابيل عصبني اولا خصك تشوفي الواحد في الحالات ديالو لانه انسان اللي كيتعصب راه ماشي انه خايب انا شي حاجه عصباتو خرجت منه داك الوجه واش انت كتقبلي داك الوجه اولا لا الانسان اللي بخيل معاك الانسان اللي ما كيهتمش بك ديما حنا كنكونوا زوينين في لو بروميير رونديفو كنلبسو مزيان كيكون السخاوه كيكون الكلام الحلو ولكن العشره هي اللي كتبين واش فعلا داك الشخص او ديك الانسانه كتستحق او لا
يعني كريمه يمكن كتعترف انها غلطت انها سبقت الخطوبه قبل ما تعرف غلطت هادشي في الاول وفي الاخر زعما خطوبه عاديه وكانت العائله ديالي موجوده ما ماشي شي حاجه اللي هي غلط بالعكس الغلط هو انني نمشي مع شخص في علاقه ديال سنين وهذا بالعكس ما انا غير تخطبت وما كملش وما كملش وعادي جدا شنو اللي خلى كريمه اونغاجا 3 فوا هذا واحد السؤال جميل لانه شي حاجه اللي كنعيشوها في هذا العصر للاسف هو انه المراه من كثره الضغط اللي حواليها ديال لي زامي او ديال لا فامي كتشوف صاحبتها تزوجات خصها تزوج كتشوف راسها بوتيت لاج ديك الساعه كنت وصلت 25 عام بالنسبه لي الا ما تزوجش درت الاولاد راه ما غيكون حتى شي حاجه وكنت كسبت واحد الحاجه انا بحكم كنكسب دائما مزيان نشوف دغيا شنو كتبت كريمة شنو كتبت كنت كتبت الزواج في سن المبكر أعلى درجات الأمل في بلاد لا طموح إنه الخلاص المثالي لأي امرأة مداركها العقلية ضيقة بقصر النظر ولا تجد تأمين مستقبلها على أي حال لا يتم اختيار زوج مناسب بل اكتشافه الزواج هو السراب الكبير في حياتنا لتجنب الوحدة بدل الدراسة والشغل والكفاح لتأمين مستقبل محترم نضطر لاختيار أسوأ الاحتمالات أن نكون مع أي شخص لكي لا يفوتنا قطار الحياة قطار الزواج بلوتو فالفتيات عادة يقومن بذلك وتنتهي القصة ببضعة أطفال يصرخون ماما لامرأة حزينة سي تري بو باسكو سي فري بحكم الوفاة ديال الأم ديالي بحكم أنني مهما يعني كان عندي يعني احتضان ديال العائلة والأصحاب ومشيت لتركيا وعشت بوحدي ديما كنحن لذاك السنة كنقول بغيت ندير راجلي ووليداتي وما كيهمش كون هاد الشخص ولكن مادام هاد الشخص باني في الحلال علاش لا فهذا كان غلط اللي كنت غنرتكبه وكنقول لبنات أنه لاج ماشي هو اللي غادي يحكم عليك فوقاش غتزوجي تقدر توصلي حتى ل 50 عام وباقي تزوجي وديري وليداتك اولا حتى الا ما درتيش ما كتبش لك الله لانه في الاول وفي الاخر الزواج راه رزق ماشي حنا كنبغيو نرزقوا راسنا شي حاجه ربي ما رزقهاش لينا انا غنتزوج حنت لاج حنت ندير الاولاد حنت في الاخر كتلقاي المراه والرجل ديك الحياه الوليدات هما اللي كيتاثروا لان الاولاد كيشوفوا والديهم دائما في لي كونفلي دائما في المشاكل دائما في الصراعات فشكرا على هذا السؤال وفريمون قاسني بزاف ولكن شحال هادي وهذا السؤال انا ديما عندي في راسي شحال هادي كانوا النساء كيتزوجوا صغار كيتجوزوا صغار وكيطولوا وكيولدوا بزاف الاولاد دابا ولاو كيتعطلوا نقول لك علاش عطل ولدي علاش وقدر نقول لك انا علاش انا وجهه نظري لانه كان بزاف حشومه طلاق راه محلل في الاسلام ولكن كانت حشومه تطلقي المراه كتصبر خصها تصبر على الراجل يخونها تصبر ما يقومش بواجباته كاب او كزوج تصبر يتزوج عليها من غير موافقتها تصبر يضربها ويعنفها تصبر علاش لانه كاين واحد الحاجه سميتها حشومه لا انت مراه هو راه راجل احنا دائما كنعتقد اننا كنعيشوا في مجتمع ذكوري اكثر ديما الراجل اللي دارها هو راه راجل الله كل الله سبحانه وتعالى من حرم وحلل حرم على بجوج ماشي حرم على نسبه في المية قليله على الرجال ونسبه كثيره للنساء ولكن المعتقدات تجاولنا بزاف ديال الحوايج اللي خلاو بزاف ديال النساء كيعيشوا في تعاسه وكيعيشوا مع زوج اللي هو كيعنفهم واللي هو ما يعطيهمش قيمتهم علاش لانه حشومه حشومه المراه تطلق او حشومه المراه تطالب بالمستحقات ديالها او حشومه المراه تطالب تب يعني بشي حوايج اللي فريمون بالنسبه ليا كنعيشوا في مجتمع ذكوري هنا كتهضري على الطلاق انا كنهضر على الزواج كتهضري على الزواج الزواج واش سقف المتطلبات للمراه طلع بارابور الجيل اللي قبل منا ماشي طلع ولكن قبل ما كانش سقف كاع لا ماشي ما كانش سقف كانوا لا بلوبار ديال العائلات ما خدامينش وكان ما كانش هذا عصر السرعه وما كانش كانت المراه ما عندها حتى شي حاجه كنا حنا بالنسبه لينا ديال طلع في الطياره باقي كتقول لي ما غومير لا بنتي نهار انا مشيت لفرنسا راه طلعت في الطياره راه شي حاجه قالت لي راه ما كانش كنصحاب واش كاينه بزاف الحوايج ما كانوش كيبانوا لينا دابا في هذا العصر ولاو السفرات ولاو البنادم كيتفتح على بلدان اخرى على ثقافات اخرى على بزاف الحوايج
كتقول واش انا غادي نبقى مزوجه وغنصبر؟ خصني الحياه خصني نعيشها في الاول وفي الاخير. الحياه ماشي هي غير الزواج والولاد، الحياه هو زواج وولاد وخدمه وسفر وفرح وبزاف ديال الحوايج اللي هما جمال. اكيد كيكونوا حوايج سلبيين، ولكن اليوم احنا تفتحنا ولينا فهمنا ولينا عرفنا، ولا صوتنا كيوصل، ولات المراه كتعرف انها حتى داك الراجل اللي غيعنفها غتمشي طالب حقها، غادي تاخذ بزاف ديال الحوايج ما كانوش في الزمان ديال جداتنا. انا ما غامغ تزوجت على لاج دو 9 ans، خالتي تزوجت على 11 عام، وواحد خالتي كتقول لي انا كن في هذا الزمان اللي نتوما فيه غنتزوج ندير ولد ولا بنت. انا خالتي ولدت سعود تبارك الله. يعني فهمتي المراه كانت كتعيش غير الاولاد، غير الاولاد كتعيش باش كل سنه كتولد ما كاينش الجديد، كان غير الاولاد. فهمتي بحكم جالسه غير هي وراجل في الدار ما كاين. شوفي انا كنهضر من غير لغه الخشب، ولكن جيبي لي مثلا انت اليوم تزوج غتولدي سعود؟ لا ولكن من غير تسعود راه نرجع واش سقف متطلبات المراه اكطوالمون طلع؟ ماشي طلع، غير يقدر الواحد تحللنا علينا على شي حوايج، ماشي طلع بالعكس. هو الدنيا غلات الدنيا، انا بوغ مو شي حاجه بوزيتيف، بوزيتيف للنساء ليس للرجال. بوزيتيف للنساء المراه اللي كدوي عليها اللي كتسافر وكتمشي وكتخرج وكتخدم وكدير هادشي كامل، كتجي واحد الوقيته وكتقول دابا بغيت ندير اون فامي. اها كي كتلقى مالغري تو سا عندها هذاك لو بوزوان. لو بوزوان ديالاش دير انها دير اسره ودير اطفال؟ هذاك ماشي 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 لو بوزوان قد ما هي هذيك سنه الحياه، هذيك شي حاجه اللي بالفطره حنا كنساء ملي كتبداي تكبري كتشوفي بنت صغيره كتقولي بغيت حتى انا شي وليد ولا بنيه، ولكن بالعقل ماشي للعلم. زعما باش نجاوبك ان متطلبات الحياه غلاته ولا كثرات؟ لا، ولكن الراجل كراجل وهذه غادي نقولها، واللي بغى يتقبلها يتقبلها. الراجل ما كراش يتزوج بك ويحطك في الدار ويحط لك المصروف، طيبي ليه ويجي يلقاك في الدار، ما تخرجي معاه، ما تمشي معاه القهوه، ما تسافري معاه، ما حتى شي حاجه. واش حنا اليوم غادي نقدر انا شنو غيضيف لي داك الراجل اللي هو بغى يجلسني في الدار؟ الراجل خصو يدعمني، خصي لي عندي شي مشروع يعاونني فيه، خصو حتى يخرجني يدورني يسافرني يمشي يجلس معاه في قهوه، علاش لا؟ فهمتي يعني بزاف ديال الحوايج تبدلوا. وكاين ما لقاتش الدعم في حتى شي واحد في لا ماشي ما لقيتش الدعم، غير انا انسانه بوتيت جو فوكس بلوس على اليوم عندي 28 سنه، جو فوكس بلوس على لا كارير ديالي على الخدمه. يعني يقدر مازال ما كتبش ليا انني ما لقيتش داك الشخص اللي غادي يكملني في داك الشيء اللي انا كندير فقط. وشنو تقولي للبنات اللي ما عندهمش التفكير ديالك؟ البنات اللي ما عندهمش التفكير في الاول وفي الاخر ربي خدمه على راسك، واش فين ثيرابي كتشوفي باش ولات عندك تصالح مع الذات؟ بيان سور انا خدمت بزاف على راسي، درت الخلوه بزاف، طلعت للجبال بزاف، درت الصوم للرحمن بزاف، جلست كنتامل في انا شكون انا، علاش واش انا ربي خالقني، علاش ربي خالقني، شنو هي لا ميسيون دو في اللي عندي انا اليوم؟ انا عرفت شنو هي لا ميسيون دو في ديالي، كيما انت تقدري تكوني عرفتيها اولا لا. اليوم انا كنعيش كل نهار بغيت نكون فرحانه، بغيت نقدم اعمال اللي هما جمال. كنعتقد انا ربي عطاني صوت وعطاني موهبه باش نقدر نقوم بها ونوظفها بشي طريقه اللي هي جميله، فهمتي؟ يعني بالنسبه ليا ربي خلقنا متفرقين، ما نقدرش انا نكون بحال تفكيرك وانت بحال تفكيري. وفي الاول وفي الاخر انا كنحترم جميع الافكار، كل انسان يقدر. انا اليوم وصلت بالفكر لهذا الشيء، يقدر غدا نبدل رايي اولا نزيد بالفكر نتطور اولا نقص، فما نتسرعوش، كل واحد يمشي. ملي كتكون كريمة طالع ليها الدم بزاف ولا مقلقاها شي حاجه، شنو اول حاجه كديريها؟ انا كنسكت، كنسكت حيت الا هضرت عندي عندي ما كنعرفش نخبي. بحال دابا انت قلقتيني في شي حاجه ما نقدرش نسيسك، ولا زعما نقدر ندوزها الا كانوا معنا الناس حتى العشيه ولا حتى لو لوندوما، ما نقدرش، ما تبقى خصني نهضر وخصني زعما انا صريحه بزاف حتى في العتاب ديالي كنكون كنجمل الاخر، زعما ما عنديش معلف في الدوره. ولكن كيفاش كتهدني راسك؟ واش كاين شي حاجه كديرها كلمه ملي كتلحق لواحد الوقيته تاع تقلقوها الناس ولا تقلق ولا كيمول؟ كيفاش كتحارب كلمه هادشي؟ واش هي الحاجه اللي جربتيها ولقيتي فيها الراحه؟ الحاجه اللي جربتها هو كنقول حتى حاجه ما دايمه، هادشي كامل فايت. يعني هذا مشكل فتنا بمشاكل كبار، فقدنا ناس عزاز علينا وطراو لينا مشاكل اكبر في المشاكل الصغار. وليت كان ديما الانسان ملي كيكون ايجابي حتى المشاكل السلبيه ملي كيلاقيها بالايجابيه كتفكك وكتولي كتسهل، لانه حنا كاين واحد الحاجه سميتها الطاقه. حنا عقلنا كيفاش كيفكر يقدر المشكل يكون صغير،
يقدر غير تقلبي فساك ما تبقاش غوج عليه تقدر ديري منها مشكل وتعصبي نهار كامل لقيتي شتي كتصبر راه كتجيك البكيه يقدر ديك الشتي اللي تقدري انت تخرجي ليها وتفزقي وتفرحي بها شوفي شي حوايج اللي هما فريمون انا بور موا خص الانسان يكون يحاول يفكر بايجابيه اكثر من سلبيه لانه في الاول وفي الاخير السلبيه كتاثر على الخدمه كتاثر على لونطوراج كتاثر على العمل كتاثر على بزاف ديال الحوايج. كريمه نشوفوا نسب المتتبعين اللي عندك في انستغرام الوغ كنشوفوا ان عندك 37.2% من الرجال و 62.8% من النساء. تحيه لكم العيالات ميرسي راه كننصح فيكم. بالنسبه للمدن المتبعين كاين الدار البيضاء مراكش اكادير طنجه فاس. تحيه لجميع المدن المغربيه اكيد وجميع الناس اللي كيتبعوا. ما عندكش الرباط؟ ما عنديش الرباط ولا ما عرفت من الناس العظيمه معاك. الوغ في البلدان عندك المغرب مصر الجزائر العراق وفرنسا. اول مره كنشوف متتبعين من العراق الحمد لله. كاين هذا دو فويس تركيا بوتيتغ لان كنغني كردي وتركي وما عرفتش زعما. الوغ بور لا ترونش داج وهذه حاجه ما كتكونش ديما هذه ثاني مره كنشوفوها من بعد ما كانت الضيفه ديالتنا سعيده شرف لا ترونش داج ديالك من 13 سنه ل 54 سنه اللي تخرج تخرج كريم ما خافت واش مزيانه ولا خايبه جينيرالمون تيكون عندنا حتى ل 44 سنه من 18 ل 44 سنه هذه ثاني مره في بلاطو فلورز كتكون من 13 ل 54 سنه الحمد لله لانه كنلاحظ هذه ملي كنخرج في الشارع كنلقى العيالات الكبار كيسلموا عليا يعني كيقولوا لي حنا متبعينك هذه شي حاجه وانت بحال بنتنا هذه شي حاجه اللي كتضيف ليا وكتفرحني بزاف انا غنمشيو نتعرفوا على كريم اكثر وغنمشيو نديروا بورتري ماروكان ديالك اوكي يلا بقاو معنا نمشيو دابا البورتري ماروكان من بعد الفاصل ورجعنا معكم مشاهدينا والبورتري ماروكان ديال الفنانة كريمة غيث واجي نقول لك كريمة غيث لكانت أغنية مغربية اش من أغنية تكون؟ لكانت أغنية مغربية مرسو الحب اش مرسو الحب؟ كتعجبني ديك لا شونسون ومرسو الحب لانه شي حاجه جميله يعني طاقه ايجابيه كما كان ما بقاوش الاغاني ديال شحال هادي كنلقاوهم دابا للاسف ما بقاش المستمع بلوتو بغى يسمع الكلام ثقيل ولحن ثقيل وكما قلت لك راه داكشي كيختلف العصر كيختلف والموجات كتختلف وبزاف ديال الحوايج يعني الا عاود خرج اغنيه بحال مرسو الحب دابا ما يسمعوش لها الناس ما عرفتش الصراحه ما نقدرش نقول ما نقدرش نعمم على حسب زعما ما نقدرش نعمم ويعني اختلاف بالنسبه لك في الجمهور ماشي في الفنانه في الجمهور اكيد ماشي في الفنان لا ماشي في الفنان مازال باغي فيه الجهد اللي يدير اغنيه بحال مرسول الحب علاش اغنيه جميله يعني يقدر توزيع جديد كما كنقول لك توزيع جديد لانه كيليق لي خصنا ديما نديروا شي حاجه اللي كتليق للزمان والمكان ما نقدرش انا نبقى في نفس لو ستيل فيستيمونتير ديال قبل بنفس لو ستيل ديال الاغاني ديال قبل خص ديما الواحد يكون في الجديد ولا كانت كريمه غيث فيلم مغربي شنو فيلم تكون ماشي شي فيلم ديالك ماشي ديال الشلم المغربي البرتقاله المره يعني كريمه شحال رومانسيه كيعجبني داك الفيلم بزاف شنو كيعجبك في الرومانسيه اللي فيه والحزن اللي كان فيه بزاف كان التمثيل حقيقي القصه جميله فيلم بكينا معاه كاملين فيلم هنا فاش كتحسي بالصدق ديال الممثلين ملي كيقيسوك على مدى سنين يعني الفيلم راه سنوات وهو تعرض وباقي ليا في الذاكره بالعنوان بكلشي وكلمه من النوع اللي كيقدر تكون حزينه في الحب ولا ما كتعيش لو شاغران دامور لا انا ما كيعجبنيش الحزن في اي حاجه صافا فيريتي زعما اي حاجه كتمع شي حد اي حاجه كتصبح او فورم لا اي حاجه كتقرب ليا للحزن كنحاول دغيا نحيدها باسكو جيم با داك الشعور حيت عشتو بزاف عشتو بزاف زعما داك الشعور ديال الحزن عشتو بزاف ماشي في الحب ولكن في الوفاة ديال الام ديالي في الوفاة ديال ماما صديقتي اللي كانت بحال امي في وفاة ماما يغامي وخوها عشتو بزاف زعما اللي كتبها لشي واحد ما صافي وليت بغيت نتحرر من داك الشعور ولكن دابا راه ولا واحد المشكل كبير عند الفتيات هو لو شاغان دامور دابا في كل مراكش قصه كتسمعي واحد لا بيريود ديال لو شاغان دامور كنت كنسمع الدروس ما كتكونش عندك باش تعمر الوقت كتتلهاي ف كما قلت لك في السلبيه والمشاكل كيطلع عندك بزاف ديال الطاقات الانوثيه في ديك القطاع الا كانت كريمه غيث مغني او مغنيه مغربيه مغربيه لطيفة رأفت كتعجبني بزاف انسانه كلاس وانسانه قدمت الفن وانسانه غاديه مع جميع العصور زعما كتعجبني بزاف ولا كانت كريمه غيث ممثل او ممثله مغربيه
ممثل أو ممثلة مغربية. زعما ما بغيتش نهذا، ولكن غنكون يا إما نورة سقلية ولا سامية قريو. زعما بجوجات غنكون نورة سقلية. علاش نورة سقلية؟ راس قلي شوفي بجوج كنحماق عليها، يعني انت عارفه كتقولي لنا اكثر شنو اللي لانه نورا انسانه صادقه بزاف في تمثيلها، في حتى في يعني في العلاقه ديالنا. انسانه كتحسي بها كدعم، كتحسي بها بحال شي حد من العائله، انسانه فريمون عزيزه عليا بزاف. الا كانت كلمه غايت مدينه مغربيه، مراكش اللي تولدتي فيها؟ مراكش، بالشميشه ديالها، بالالوان ديالها، بالناس البهجه، الفرح. مي سبحان الله اللي شفتك كلمه ما يقولش مغرب، ما يقولش مغربيه، سا سي سور، وما يقولش مراكشيه. انا اصولي شلحه امازيغيه، يعني ماما وبابا شلوح، ولكن انا تولدت وكبرت في مراكش، ما عنديش اللهجه. ولكن شنو خديتي من مراكش؟ خديت من مراكش روح الفكاهه، خديت منهم بزاف السخاوه ديال الناس، بزاف المراكشيين الناس اللي هما معروفين ب ديما الايجابيه وديما الحوايج جمال. تري بيان. الوغ كلمه دوينا بزاف الحوايج زوينين في كلمه، وقوه الشخصيه والانوثه وطاقه الانوثه وطاقه الذكوره وهادشي كامل. دابا غنمشي ندير شويه على السلبيات ونشوفوا التعاليق اللي والحوايج اللي قالوا الناس على كلمه غيس، وعندك الكره باش تجاوبيهم. فقره الكره عندك. اشنو سبب الخلاف اللي كاين ما بين كلمه غيس وفيصل عزيزي؟ ما كاين حتى شي خلاف. شكون قال الخلاف عاوتاني؟ ما كاين حتى بزاف الناس قالوا كان خلاف، وانتم قلتوا لا تعال الصلح. لا 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 ما كاين لا صلح لا خلاف. بزاف الناس قال لك فقط كديروا باش تهربوا من التعاليق ديال الناس ومن الصحافه ومن الاسئله. لا، فيصل عزيزي اخو عزيز ومثلت مع ديسك حياتي، وما كاين حتى شي خلاف. كما كنقول لك الخلاف هما اللي وقيله شافوه. مي بيرسونيلمون انا فيصل فنان رائع، صوت جميل، ملحن ومؤدي. كنهضروا على فيصل عزيزي، والله ما كاين خلاف. شتي انا اليوم غنقول لك كون كان شي حاجه غنقولها لك، فيصل كنبغيك. ما كاينش خلاف بينك وبين فيصل عزيزي نهائيا، مصالحين توفا بيان سور. كنهضروا ديما كنكومونتي ليه في لي ستوري، ما كاين حتى شي خلاف. ما كاين حنا تيقناك والله. نعيط لي دابا قدامك، قلت لك تيقتك نعيط لي، ما عنديش مشكل. نشوف واحد الصوره ديالك كلمه هاد، باش نحط الناس في المشاهدين في الكونتكست. هادي صوره مسربه من بلاطو برنامج ماستر شيف اللي خرجت دون العلم ديال كلمه غيس، دون العلم ديال الشخص اللي معك هو سي محبوب اللي هو المخرج البرنامج. جولي تحيه. اكيد جولي تحيه. والمراته والوليدات المراته والوليدات محبوب كان زميل ديالنا في شدة تي في. هاد الصوره خرجوها بعض الناس، تسربت وتخادت وخرجوا معها معلومة أو خبر أن كريمة غيت على علاقة مع مخرج ماستر شيف، ولهذا هي كانت مشاركة في برنامج ماستر شيف. سبحان الله ناس. سبحان لي ميزة. سبحان لي ما يتصور. سبحان لي ما يتصور. ومحبوب أخو عزيز. وشبانس هاد الصورة الغريب في الأمر هو أن ما كيناش شي صورة نهائيا تسربت، وهاد الصورة ما مصورة لا بتليفون ولا بتليفوني. قلت الصورة مسربة. أنا عارفة صورة مسربة، فكان أعتقد مني غير تفرجوا في ماستر شيف غير يفهموا علاش هاد الصورة تسربت لأسباب مجهولة، لأسباب ما غادي يفهموا الناس علاش. ولكن كنحيي دوك الناس اللي سربوا هاد الصوره وكتبوا داك الشيء بالخط العريض. كنبغيكم بزاف. هاد الناس هادو واش عندهم شي مشكل مع كلمه غيس؟ والله اعلم. زعما هاد الشيء جو تروف كو سي تري 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 با، لانه باش نهرسوا نجاح شي حد بشي حاجه اللي هي هكا بلا ما نقدر ندخل في التفاصيل. بالعكس هاد الصوره ما فيها حتى شي حاجه، هو اخو عزيز واللي سربها راه بالعكس عادي. ما مازال كنشوف شكون سربها كلمه غيس. ما عرفتش شي حد طيب تحصل منه او لازم الملح اكثر هو نقص البزار. زعما سي دي تروك تري فريمون تري تري ديبيل. انا ما كاهدش بالنسبه ليا. غادي يكونوا مشاركين في البرنامج هما اللي داروا هادشي؟ الله اعلم صراحه. ما نعرفش حنا نتوما عايشو السسبنس وفي الاخر غادي نقول لك حنا شكون. صافي وكعافاك انا كنتسناك. وما خلقش هادشي مشكل ليك ولا بالعكس؟ عيط ليا وكيضحك وعيط ليه وتنضحكوا. بالعكس عادي جدا. علاش ما خرجتيش تكذب ولا قلتي ما جاتش كل واحد تجاوبيه؟ ماشي مشكل.
سبحان الله. كريمة غايت الكرة عندك اليوم باش تجاوبي الناس اللي قال لك ان أغنية قولي قولي كليب والأغنية شبيهة الكليب واك واك الإخوان بالمير. واك واك شوف يقدر جاوم تشابه مقارنة بالألحان والعنوان، يقدر جاوم تشابه لأنه نفس الكيب اللي خدمنا معها محمد أمير أشرف قيهي وتوزيع بدر مخلوقي، فيقدر حسوا بها في نفس الروح. أننا صورنا في أقافي، للعلم الأغنية مسجلة من شهر 7 يعني من قبل ما يعني من قبل ما تنزل شبانس لا شانسون. انا مش شي تشابه، بالعكس واك واك اغنيه جميله من ناحيه الاخراج من ناحيه كل شيء، فبالعكس داك التشابه كيكون ماشي شي حاجه اللي هي خايبه. ما خفتيش الاخوان بالمير يديرونجيهم هذا الشيء؟ يقول لك الاخوان بالمير ما بينه وبينهم غير الخير والاحسان، و ما الى الجمهور شافها كتشابه انا صراحه ما شفتش كتشابه، لان اغنيه ديالنا رومانسيه جدا وثقيله، هما اغنيتهم حركيه بلوز، حنا درنا توزيع وآلة تركيه، الفكره متغايره، حنا درنا استوار، فهمتي؟ ف جو بونس با كو مي العمل زعما العمل حتى هو جميل بزاف، و بالعكس هذه حاجه بالعكس كتضيف ليا ماشي عندك علاقه كبيره مع تركيا، الحان تركيا، كنت في دو فويس تاع تركيا، عشت في تركيا، كتعجبني الموسيقى التركيه شي قصه حب مع شي تركي؟ لا ما كتبتش، ولكن ما زعما ما كتعجبني تركيا بزاف كبلد، الاكل ديالهم، الجو ديالهم، الموسيقى ديالهم كتعجبني. علاش ما بقيتيش عايشه في تركيا؟ كما قلت لك انا انسانه قريبه لعائلتي، الوحده شويه صافي. انا برج الحوت مزاجيه جدا، خصني نكون ديما اونطوري، خصني نحس براسي بروتيجي، خصني نحس براسي دايرين بيا الناس اللي كيبغيوني وكنبغيهم، حيت انا بالحب يعني كما كنقولوا الحب في الخدمه اولا في 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 العائله اولا في بزاف الحوايج ضروري في حياتي. ففي تركيا كنت كنحس براسي صراحه كنت غنبقى، ولكن الاهل ديالي جاوا داروا لي زياره، ملي مشاو بحال صافي الدار خوات عليا وقررت اني ندخل في حالي. كاين ناس في الانطواج ديال كريمة اللي داروا ليها شي مقلبه ولا شي حاجه ولا غدروها؟ كاينين، ولكن ما بحال دابا كنشوفوا صور ديال كريمة مسربين وبزاف ديال الحوايج. هادي عادي داكشي، هادي داكشي، غير الحمد لله ان ربي عطيني حياه جميله وعطيني اصدقاء كيحمقوا وعطيني عائله كتحمق وعطيني قبول وعطيني ما نركزش انا في داك الشيء. شوفي الكمال لله، ما نقدرش انا نجي لهاد الحياه ما يغدرني حد وما يكذب عليا حد وما ملي كتقبلي هاد الشيء وكتعرفي ان هذه سنه من سنن الحياه، هي بحالها بحال الزواج بحال الطلاق بحال الغدر بحال الكذوب، صافي هاد الشيء ما بقاش كيأثر فيا. ديما تنقول انا اي شخص اليوم دخل لحياتي كيعيش معايا واحد المرحله جميله، ملي كيخرج منها ماشي هذاك الانسان خايب او لا داك الانسان نهضر عليه بالسوء، هذاك الانسان رافقني في واحد الفتره زمنيه في حياتي اللي كنت محتاجه ليه ومشى دار سا ميسيون دو في معايا ومشى. كما انا اليوم نقدر ندخل في حياتك ابتسام ونكونوا صحابات 6 شهور سنه ونتفارقوا، نهضر عليك غير بالزوين، صافي ربي جمعنا في داك الوقت، دوزتي معايا داكشي اللي غدوزي وسيري. نهار الناس اللي غيعرفوا هادشي ما غيبقاش عندهم داك التعلق، ما غيبقاش عندهم داك القذف والسب والشتم غير لانه ابتسام ما بقاتش معايا، ما بقات صديقتي غنمشي نهضر على شكلها او لا على سمعتها، بالعكس كتبقاي صديقة وعزيزة ودوزنا جميل الحياة فارقتنا ماشي الغدر أولى أولى أولى. وكاينه ثاني واحد الحاجة ولات على مود سيكو وقت ما الإنسان كيتخاصم مع شي حد واخا ما كاين والو كيخرج عليه شي هضره حيت ما بقاش حياته، اوني تري ايغويست بحال كنبغيو دوك الأشخاص، بحال دابا كتبغي دوك الأشخاص يبقاو عندك دائما، إلا ما فارقشهمش الموت لا ما يمشيوش حتى هما خصهم. حتى انا هاد صاحبتي تقدر تكون ما ميو غامي وكنعسو فراش واحد وكناكلو ماكله وحده وتزوج وديروا لي سيسو وتمشي وثلاث سنين اربع سنين ما تلاقاوش، هذه هي سنه الحياه. كريمة غايت 28 سنه، منين جيب هاد لا ماتوريتي كامله؟ لا ماتوريتي جو بونس كنقرا بزاف، كنبحث بزاف، كنتخلوه بزاف، الخلوه شي حاجه جميله انك تجلسي مع راسك. عاودني على هاد الخلوه اللي كديري، شنو كديري فيها؟ اسرار المهنه راه هذا خير بالحب نديرو شي خلوه نوليو بعقلنا تاعنا بحال كريمة ولا تيفي. نقول لك شنو كيطرا، علاش حنا ديما في الكنازه عاد كنبقاو كنقولوا ايوا الحياه ما فيها والو، ما فيها لا الحياه راه ما فيها والو. انا في ساعات الفرح ديما كتلقيني في شي اوقات كنرجع للور وكنتامل كنقول هاد الساعات راه ما دايمينش، في ساعات الحزن نفس الشيء كنقول هاد الساعات راه ما دايمينش، خصني يكون عندي ان اكيليبر في حياتي. واش انا الله سبحانه وتعالى ملي كيعطيني الحوايج جمال كنفرح بهم، ملي كتجيني شي حاجه خايبه خصني نتدمر حتى هي الحمد لله ولكن غادي تفوت. ملي كنكون في الخلوه ديالي هو انني نجلس
ما نشوف حتى شي واحد، ما نهضر مع حتى شي واحد، بلا تليفون، بلا هاد اللبس والماكياج، وكنكون عادي لابسه بيجاما وجامع شعري، وكنكون قريبه التراب منين جينا، كنكون قريبه للحقيقه ديالنا اللي احنا بعدنا عليها، ولينا غاديين في المظاهر بزاف، ولينا شوفي انا ما كنهضرش على الناس، كنهضر عليا دائما، كنبدا مني انا. من الناس كيعجبني نلبس لي مارك ونسافر، كيعجبني لو لوكس، كيعجبني تانا نصور وتانا، ولكن في الحقيقه ديالي تحطيني تانا يعني بحال كنوجد دائما نفسي الا شي نهار طحت راه ما غاديش نفشل، بالعكس غنعاود نوض، الا شي نهار ما بقاش عندي الفلوس هذيك حاجه طبيعيه، لانه لو بيانو باش يدير اون تري تري بيل ميلودي كاين نوار اي لو بلون، فهادي هي الحياه ديالنا. تري بيان كريمه، باقي مكملين مع كريمه ونمشيو للفقره المواليه. ورجعنا معكم مشاهدينا، وجاوب في دقيقه، وكريمه عندك دقيقه واحده باش تجاوبي على كاع الاسئله جاوبتي كاع ولا سؤال سؤال؟ لا كلهم، فكل ما تجاوبي عليهم حاولي لا ما فكرتيش بزاف نقدر نجاوب عليهم كاملين. نبداو؟ اوكي. اسامه بسطاوي ولا فيصل عزيز؟ بجوج. لا ما يمكنش بجوج. بجوج. ما عندناش الوقت كريمة. اسامه بسطاوي. انستغرام ولا تيك توك؟ انستغرام. الغناء ولا التمثيل؟ التمثيل. ستار اكاديمي ولا ذا فويس؟ ذا فويس. اغنية تغنات وتمنيتي كون كانت ديالك؟ ما عنديش في بالي زعما صراحه. عمرك ندمتي على مشاركه حياتك في مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا. شنو هي اكبر غلطه ارتكبتي في حياتك؟ ما كاينش شي غلط، ما كلشي اخطاء كنتعلموا منهم والحياه تستمر. شنو اكبر غلط درتي؟ اكبر غلط من هاد الغلطات تعلمتي منهم، شنو اكبر واحد درتي؟ ديك الثقه العمياء، كتقولي هاد الشخص ما غيتبدلش، كتحابي واش هاد الشخص او هاد الانسان انور سيغ تيغ. الغلط مني ماشي منهم. مارينا جيف كلمة. مارينا جيف فنانة جميلة كنتمنى لها التوفيق. شكون أقرب صديق عليك في الوسط الفني؟ في الوسط الفني ما عنديش للأمانة، ما عنديش أقرب، ما عنديش. واش حاليا كريمة غايت كتعيش قصة حب؟ ما تكذبيش. لا لا تقعد تقعد تقعد. وخ سسبنس تايمز اب. واخا دقيقه سالات انا غادي وصافي وانا نتبرع عليك بسؤال واحد اخر. نسيا ما شكون مسلطك عليا؟ ما شكون ولا ما عرفتش انا ما عرفتش شكون. اكثر اشاعه سمعتيها من نهار بدات كريمه غيت في الوسط الفني وزعجاتك؟ اكثر اشاعه ما عرفتش والله، ما كاينش زعما شي حاجه اللي زعجاتني للامانه. انت عارفه شي حاجه الا واش انت زعجاتك شي حاجه؟ لا ما كنت تذكر شي حاجه زعجاتني صراحه. زعما انا من الفنانات الاقل ضرر وديرها. لا للامانه. شنو هي اخيب حاجه في كريمه غيت في الصفات ديالي وما كرهتيش كل ما كنتش فيك؟ الصفات ديالي هاد القضيه خصني نبدلها، ولكن ما عرفتش هو انني كنكون مزيانه ملي شي حاجه كتضرني صافي، بحال الا كنقدرش كيفاش نشرح لك، ما كنعطيش فرصه ثانيه، ما كنعطيش فرصه ثانيه، وهذه حاجه اللي يقدر غلط في شخصيتي، لانه الحياه فرص و ما عرفتش. المهم زعما كنحاول نخدم عليها، دابا راه بديت كنخدم عليها، مي قبل جونغ دغيا صافي كنقلب وجو بلوك وصافي. ما بحال اكثر حاجه كريمه ملي كتشوف عند شي حد صافي ما كتبقاش تقدر تحمل تهضر مع لا بيرسون ولا تشوف فيها ولا تتعامل معها؟ هو الا وراني شي وجه كيخلعني، بحال دابا انا معاك مزيان تو درتي شي حاجه اولا شفت شي حاجه اللي خلعتني انا دغيا كنتخلع صافي. كان كيفاش خلعتك؟ تخلعيني بحال حنا صحابات ومزيانين، وديري شي حاجه في تصرفك اولا في افعالك اولا في اقوالك اللي تحسني انك في المستقبل غتديري لي اكثر، فهمتيني؟ فانا من قبل ما نوصل داك اكثر شخص ما عطيتيش فرصه ثانيه وندمتي؟ شخص ما عطيتيش فرصه ثانيه وكان باغي فرصه ثانيه؟ كاين واحد الشخص. شكون هو؟ نقدرش نقول. ولاش ما عطيتيش فرصه ثانيه؟ لانه طبيعي بحال هكاك، يقدر كل يوم كون عطيت. شنو دار هذا الشخص؟ ما دارش شي حاجه غير ما، بالعكس انا الحمد لله زعما الا كنتي كتقصدي مثلا العلاقات اولا، انا من الناس اللي ديما انا اللي كنت كنخلي لا بيرسون، لانه كان عندي داك بحال كنخاف من لابوندونس، بحال خدمتي خصني نفوكس عليها اكثر. مي فوالا صافي دابا الحياه استمرت
ملي ما كرهتيش دابا تعاود تعطيها الفرصه؟ لا صافي فات. لكن كيتفرج فينا دابا ويسمع ويجي يقلب على الفرصه ديالو ماشي تشوما. لا 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 دابا صراحه لا لا صافي. ومن القدام تعطي فرص ثانيه لناس اخرين بتاتر. ما ما بغيتي فرصه ثانيه لشي عمل شي اغنيه شي عمل؟ لا انا كنامن في باغ كونتر في الاعمال ديالي كنامن بالحدث الاول يعني جميع الانتاجات ديالي او المسلسلات او الاغاني سمعتهم ميم با كملت لا شانسون قلت هذه الاغنيه ديالي فالحدث ديالي اون جينيرال كيكون في محله. في الاغاني ديالك شكون الاغنيه الاقرب الى قلبك؟ قولي قولي واخا جديده. قولي قولي لا قبل بنت الفشوش او لا مطلع حاجبو كانوا بلوس اغاني للناس مي قولي قولي والاغاني اللي جايين جداد سواء ما كاين شاي سواء واحد الاغنيه الام هذا خبر حصري كانوا جدا هاد اغاني قراب ليا واغاني كيشبهوني واغاني انا حريصه على الكلام وعلى اللحن وعلى التوزيع وعلى بزاف الحوايج. كاين واحد الاغنيه ديالك كانت كتعجبني سميتها هاشتاغ هاشتاغ هذيك لا شونسون خدمناها وكانت غتنزل ونزلتها الفنانه نور ابارامون الملحن والموزع كانوا بايعينها لينا بجوج وصافي عليكم تقريبا لانه انا كتبيع شونسون جوج الاشخاص هذا كيتسمى نصب واحد واش انا بغيت نعرف واحد الحاجه ملي واحد كيمشي كيشري اغنيه من عند الملحن كيعطيوك تنازل كيعطوك ان بابي بيان سور يعني ما عندوش الحق يبيع لواحد اخر لا ما عندوش الحق وكاين اللي فريمون كنتعاملوا معاه بلا بابي والحمد لله الامور كدوز مزيانه هادو ما كانش عندك معاهم بابي كان واقيلا كان حيت شحال هادي جو بونس 2015 ولا 2016 حيت هاد الاغنيه انا كنت كنسمع لها بزاف مغنيه كريمه غيت الناس بزاف سربوها ولكن الحمد لله بالعكس صافي خرجت بصوت نور ومزيان وما من ما حاولتوش تلقاو شي حل سمحتي في الاغنيه بسهوله شوفي انا الصراحه من الناس اللي ما عنديش مع الصداع فصافي الحاجه اللي عليها الغيط وعليها كثرت لي الدين وهذا صافي ما بغيتهاش كيعجبني حاجه تكون ديالتي ما عنديش مع داك كنت دابزه على الحاجه اولا للعمل اولا للدور اولا للاغنيه صافي وشنو درتي من بعد مش عاودوش طيحي في هذا المشكل ديال يبيعوا لك اغنيه وتشجعيها وليت كنعرف معهم كنخدم يعني عندي ناس ثقه بحال مثلا محمد امير اشرف قيهي بدر مخلوقي هاد الناس كنثق فيهم بزاف يعني من الناس اللي فريمون كنتعاملوا سون بابي وناس جديرين بالثقه وكنحيهم من هذا المنبر très bien alors كاينين غادي نمشيو لواحد الفقره اخرى شفنا بزاف الحوايج اللي كنتي في مواقع التواصل الاجتماعي غادي نشوفوك انت ملي كتكوني فولوور شنو كديري فقره انت الفولوور ورجعنا معكم مشاهدينا وكريمه غيت هي الفولوور دابا وغنشوفوا شنو كتبع كريمه غيت في مواقع التواصل الاجتماعي اول سؤال كريمه غيت شكون الانفلونسوز ولا الانفلونسور اللي ديما كتفرجي في لي ستوري ديالو مغاربه كتعجبني اسواراتي وكتعجبني روعه بزاف كنحيهم شنو كيعجب بزاف كريمه في الكونتوني وفي المحتويات كيعجبني انهم كيوصلوا ايماج زوينه طريقه التصوير جميله بزاف سو سون دي انفلونسوز اللي كيخدموا على المحتوى ماشي غير كينزلوه سواء في المونتاج سواء في الالوان سواء في الفكره هذه حاجه جميله يعني باش نقدروا نديروا شي حاجه بطريقه بروفيسيونيل ماشي غير اجي نزل ستوري او لا اجي ونزل بوست تري بيان شكون الانفلونسوز ولا الانفلونسور اللي كيعجبك لو ستايل اللبس ديالها فين في المغرب في المغرب اعطيني اسماء باسكو فريمون ممكن بزاف ديال الانفلونسرز اللي كيلبسوا مزيان كتعجبني اسواراتي اعطيني لا صراحه اسواراتي يعني هي مستقراش هنا مغربيه في دبي ولكن الستيل ديالها زوين واش الحافنت بلادي شكون الانفلونسر ولا الانفلونسرز اللي ما كيعجبكش ما عنديش صراحه اللي ما كيعجبنيش هو داك اللي كيسحب ان يعني تكون انفلونسر انك اي حاجه تصورها باي طريقه يعني فهمتي داكشي كيبان لك ماشي مدير بشي طريقه زوينه ماشي بطريقه كتحل النفس حيت كاينين بزاف ديال الناس اولا الفنانه اللي غير على قبل الفلوس او على قبل مبالغ رخيصه بزاف كيقوموا باي حاجه اي منتوج انا شخصيا داك المنتوج قبل ما غادي ندير ليه كنجربو سواء زيت الوجه كناخذ اموا دو موا باش كنجرب اولا شامبوان ديال الشعر ابار لي مارك لي هما باينين من غير ديك الاسماء ولكن انا ما نقدرش اي واحد قال لي اجي ديري لي اشهار ديال الاشهار خصني نشوف واش المصداقيه كاينه ماشي بالفلوس ولكن خص تكوني انت صادقه مع الجمهور ديالك في الحوايج اللي كتنشريهم وكدير لهم الاشهار كاين ما غير كيهاجموك الناس على لي كولابوراسيون اللي كديري ما كاينش هجوم ولكن كنسمع بزاف انك يقول لك واش انت باغا تمثلي باغا تغني باغا ديري في سيتي باغا ديري مانكا وباغا
ان شاء الله غندير بزاف ديال الحوايج غنفاجئكم. كريمة انت عندك شركه ديال العقار اون بلوس دو تشيكامل طاكلاص عن بيلي كاين كريمة عندك شركه ديال العقار 28 سنه كنعاود دائما نذكر كنستر 28 سنه مانكا ممثله مغنيه انفلونسوز ومديره شركه عقاريه. شوفي هادشي ما تيبغي الواحد بزاف كيبقى يتبعك شنو عندك او شنو ما عندكش. انا ماشي انا انسانه بادي حياتي شويه بشويه كنحاول ندير الفن وانا وبابا خدامين فعلا كيمشي شويه بشويه يعني انا والاب ديالي الله يخليه ليا كان يعني الحمد لله خدامين بجوج في اعمال ديال البناء او لا العقارات ايتو الحمد لله. زعما هذا شي شونتي كندخل شونتي بيان سور كتطلع هرمونات الذكوره باش تدخل شونتي كنطلع ونس الذكره وكنزل اونيته وكندخل وي شوفي الانسان مزيان يكون عنده حرفه اخرى في يديه اولا شوفي هذه الحياه كنعيشها مره وحده دونك الانسان اي حاجه كنخدموا فيها كلشي حيت كنعيشها مره وحده كنخدموا فيها كلشي. انا قبل ما نمشي دو فويس ديال تركيا كنت مستشاره في اكبر شركه عقاريه في تركيا فهاد الميدان ماشي بعيد عليا بحكم انني قرات الاقتصاد وكلشي. فاليوم بالعكس كنخدم على لي بروجي الكبار واليوم عاد غادي نكبر الاسم ديالي ان شاء الله والشركه كاينه ولكن ماشي بطريقه رسميه. اليوم غادي نرسمها وغادي تكون ان شاء الله شحال هي كبيره وعلاش لا زعما هذاك رزق زايد والحمد لله. ما كاينش شنو كتجاوبي الناس اللي تقولك هادي فام دافير انفلونسوز ممثله مغنيه شنو كتجاوبي شنو لا ميو ريبونس اللي كتلقاي لهاد الناس هادو؟ لا ميو ريبونس هو انه عوض ما تنتقدوا سواء انا او لا شخص اخر حاولوا ديروا شويه من داكشي اللي كيدير او حاولوا نتوما تفلحوا في الحاجه اللي كديروها. حيت الانتقاد سهل انني نجلس نتكونيكتا وندير 5 درهم لا غوشارج ونبقى تنقذف فيك وتنقول هادي بغات دير كلشي درت كلشي وانتوما شنو درتوا فهمتي. يعني انا كنقول الانتقاد سهل الانتقاد البناء هو اللي جميل شي حاجه الا فيها ما مزياناش او لا خايبه ولكن انا انسانه ما كناديكش ما كان ندخلش نقول لي قلب عليا بالعكس الا درت شركه عقاريه او لا درت مشاريع او لا نجحت في حياتي هاد الشيء جوبونس ما غاديش ياثر فيك سلبا بالعكس يقدر خذ قدوه مني او لا من غيري وتنسى تيفولي في بزاف الحوايج. هاد الوقت منين كتجيبيه؟ الوقت تصوير تورناج استوديو تصوير اغاني دي كولابوراسيون خاصهم الوقت محتوى كتحطيه في انستغرام خاصك تخدمي عليه دي فواياج خاصك ديريهم باش تصوريهم شركه عقار يعني دي شونتي ديال البني خاصك تتبعيهم. صراحه قبل كان عندي الوقت بدات هادشي كامل كريمه كتخرج من دارها تيغي ابي تي بانغل ما كاينش شي غلط حتى شي مكان ضروري داك الشخصي يكون كاينش حاجه مقشره شي حاجه ماشي لا ما يمكنش. اذا عافاك غير قولوا لنا هذيك 24 ساعه ديال النهار كيفاش ديروا لها؟ شوفي صراحة يقدر مؤخرا بحكم أنني دخلت في لابخود ديال الغناء وبزاف ديال الحواج وليت شوية كسولة أكثر. مقبل كنت فغيما من الناس اللي كان فيق بكري أول ساعة كان ديرها في الصباح هو ديال سبور يعني ساعة سبور باش كندنا ساعة أو لا اليوغا أو لا أي حاجة كدير ساعة جراك بلاتي كريمة كدير ساعة جراك تشبيتي في النار زيدوا يتلقى جي عندك القيدو هادوك اللي تيعيروا تيديروا التعليقات عندها ساعة دابا راه غلاضيت ما بقيتش دابا هي راه عندها راس راه غليظة قيدو هادي تهي لا فريمون باسكو ما كثرت ما غير كتجلسي وكتفكري في لي بروجي وما حنت لي بروجي ارتستيك راه تيبغيوك تجلسي وتمخمخي وتفكري وتركزي بلوس. فالانسان الا بغى يدير شي حاجه كيلقى ليها الوقت وصافي زعما ما كاينش شي غوسيت شي معجزه ولا كنتي كسوله في شي مرحله من مراحل حياتك؟ دازت عليا شي ايام اللي كنت معكازه ما كنبغيش نفيق لي طوناج واخا كنمشي ولكن يقدر شي جانب نفسي ماشي هو هذاك شي هرمون ماشي هو هذاك كيأثر علينا حنا العيالات سلبا. ولكن بالعكس انا دائما انسانه ايجابيه وكيعجبني دائما الطاقه الايجابيه تكون في حياتي. تري بيان الوغ شنو لا ميو ريبونس اللي غتعطي للناس اللي مركزين مع كلمه غيت وانت عارفه وانا عارفه بلي كاين صراحه غنقول لك واحد السر اللي هو بسيط وإلى البنات درتوه أو للدراري درتوه يقدر حياتكم تبدل. حاجة بسيطة هو أنك تفيق بكري وتدوش وتصيب شوفي وخا ما عندك والو غير ديريها وغتشوفي غيبداو يبانوا لك لي بلان ديال النهار. يعني عواد ما تفيقي وتبقاي بيجاما وجالسه في الدار وكتسناي وتدخلي للميديا وداكشي لا فيقي دوشي وصايبي راسك وكوني مستعدة أنك ديري شي حوايج اللي انت مازال يقدر مازال ما عندكش
كتولي مثلا جاك ابيت الخدمه كتلقي راسك واجده، ماشي كتقولي اه خصيت نصيب شعري او لا، لا كتكوني واجده لاي ابيل، اي اوفر جاتك، لاي اي طاقه جميله خصك تعطيها. فهذه من الحوايج اللي كنصح الناس يديروها. باغفوا انا ملي ما كنديرهاش فريمون كيدوز عندي النهار نقدر نجلس خف الدار، ملي كنفيق وتنقاد نفسي وكنلبس بحال كنكون انا على استعداد انني نبدا نهار. ما عادش تفيق كريمة غير تصبح بكري ولا على حساب؟ يقدر باغفوا نفيق حتى الجوج، يقدر باغفوا نفيق مع سته، على حساب الخدمه، على حساب لي زونغاجمون، على حساب زعما على حساب بزاف د الحوايج. ماشي انا انسانه كنفيق دائما بكري اولا، حتى انا عندي ايام اللي يقدر ما نفيقش من ناموسيه حتى 3 4 العشيه، بغيت غير نبقى جالسه على حساب الخدمه وعلى حساب شنو كاين. تبارك الله عليك كريمه. كريمه شكرا بزاف على هذا اللقاء اللي كاين بزاف الناس تعلموا منه بزاف ديال الحوايج. اونكور اون فوا غادي نقول لك 28 ans تبارك الله، تو اون بيرسون تري ماتور. ميرسي بوكو. سي سي فريمون ان افي ما كانش عندي لك قبل، مي اترافير هذه الحلقه جو بونس كو جو تروف تري ماتور بالنسبه لاج ديالك. ميرسي بوكو. تا انا شكرا انك كبرتي بيا وعيطتي ليا، وكنحييك على الاسئله الجميله ديالك وعلى لا بوتي ولا بونتي ديالك. ميرسي بوكو. ميرسي كريمه. ونطلب منك طلب ديال البرنامج فولورز انك ديري لنا انستوري باش نشوفوا كيفاش كريمه غادي تكري هذه الحلقه اللي دوزت معنا للمتابعين ديالها. نديرها دابا بيان سور. اوكي غادي نخليكم مع لا ستوري، وانا كنقول لكم نتلاقاو الحلقه الجايه ان شاء الله دائما في برنامج فولورز. هاي جايز، جيسبر كو فوز علي بيان. نتسناو حلقه جميله بزاف مع ابتسام على برنامج فولوور شادا تي في. اول مره غادي تشوفوا واحد الجانب ديال كريمه غايت، هضرنا فريمون تحتنا مزيان، وكانت حلقه جميله جميله بزاف. تحيه للطاقم التقني، وتحيه لك ابتسام على الاسئله الجمال ديالك. وبيس.